بقول لك يا يابا، ايدك بقى كده على كام باب؟ كام باب كنتوا ايه يعني؟ حق انا وقاسم اخويا. ايوه يابا، وبعدين انت جبت البيت يجي كده بحوالي 20,000 جنيه اقل عن اللي انت قلته لفوزيه. واذا فوزيه عرفت هتزعل قوي. طبعا، وهتتضايق وهتقول بص شوف ابويا بيسمسر من ورايا. تهددوني يعني انت هو؟ يعني مش بالظبط يعني يابا. يابا احنا ستر وغطى عليك. ما يرضيناش يعني ان فوزيه تزعل منك او تحس ان انت يعني بتطلع مصلحه من وراها كده يعني، لا سمح الله. ماشي ماشي يا ولاد. ايه يا ولاد محروس.